متابعة لهذا الحدث ينضم إلي من البصرة مراسلنا مصطفى الشمري. مرحبا بك يا مصطفى. البهاء والنقاء الذي رافق حفل افتتاح بطولة خليجي 25 كاد أن يتعكر صفوه يا مصطفى بحوادث عرضية، إن كنت تملك تفصيلات أكثر عما جرى مع الوفد الكويتي أولا. نعم، تحية طيبة لك يا زميلي ولكل السادة المشاهدين. يعني للأسف لا نتمنى أن نقول هنالك حوادث عرضية في خاصة في افتتاح بطولة كأس الخليج. الكل شاهد يوم أمس، العالم كله يعني صبت أنظاره نحو هذا الافتتاح البهي، هذا الافتتاح الكبير الذي نقل صورة أرض السياب بصورة كبيرة جدا. اليوم البصرة تكلمت أو الخليج تكلم بصراويا يوم أمس بحفل الافتتاح المهم جدا. اليوم يعني قد وصلت أعداد المتفرجين لأكثر من 70,000 متفرج، وهذه إحصائية كبيرة جدا بمستوى على بطولات كأس الخليج. لم تحصل على كافة مستويات بطولات كأس الخليج على كافة النسخ التي أقيمت فيها الدورات السابقة. نعم، ذكرت بخصوص موضوع الحادثة العرضية، هو للتوضيح أنا كنت شاهد على الحادثة التي حصل يوم أمس. هنالك ربما يعني مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالأخبار السلبية، وحتى الصحفيين الخليجيين قد ضجوا ونشروا الأخبار السلبية. بالنتيجة اليوم الواقع هي كالآتي: هناك وفد من الاتحاد الخليجي قد قدم الى 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 الملعب متاخرا، قد قدم قبل بدايه المباراه قبل ساعه واحده. اليوم عند اي وافد يصل الى الملعب قبل ساعه واحده من المستحيل ان يستطيع ان يدخل بسهوله وان يدخل بسلاسه الى ارض الملعب، لذلك كما تعلم يعني اعداد كبيره ما يقارب اكثر من يعني من 70,000 متفرج، فانسيابيه الحركه تكون صعبه جدا على كل حتى على الجماهير وحتى على الوفود. الوفد الكويتي كان يرافقه 50 شخص، وهؤلاء الخمسون يريدون ان يدخلوا الى منصه الفي في اي بي. هذه المنصه مخصصه لكبار الشخصيات، لكل شخص، ربما امير دوله، لرئيس وزراء، لنائب برلمان، لوزير، للضيف شرف من الشخصيات المهمه يجلس في مقعد المخصص. فكيف لهذه المنصه ان تتسع الى 50 شخص من الوفد الكويتي؟ هذا ربما هو اثار امتعاض كبير من قبل يعني الجماهير العراقية، واستاءوا من التصرف الذي تصرفوا به الجماهير الكويتية وحتى الاتحاد الكويتي. اليوم ربما في أغلب البطولات الدولية تحصل هنالك سوء فهم ما بين في إدارة التنظيم، يحصل سوء فهم ما بين الجهة المنظمة، ولكن بالنتيجة اليوم هذا سوء فهم البسيط يجب الكل أن يتغاضى عن هذا سوء الفهم. لماذا؟ لأن اليوم إذا كانت نجاح البطولة 98% أو 97% وهنالك ربما حالات سلبية قد تصل إلى 3%، لا نركز على الحالات السلبية التي ربما تحصل فيها البطولة. لكن بنتيجة اليوم الافتتاح كي نعرض الحقيقة أمام الناس. نعم. يا مصطفى اسمح لي أن أتداخل معك، انتشر فيديو أيضا عن حادثة لتدافع بين أشخاص في ذات المنصة، علق على هذه الحادثة بأنها بين حمايات مسؤولين عراقيين، صحة هذا الكلام؟ وهل هي حادثة منفصلة أم هو ذات الموضوع؟ نعم زميلي، نعم زميلي أوضح لك الموضوع. طبعا. كما ربما السادة المشاهدون لا يعلمون، ملعب المدينة الرياضية وجدع النخلة قد سلم قبل 3 أيام من حفل الافتتاح إلى الحمايات الخاصة برئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء متمثلة بالسيد محمد الشيع السوداني بالخط الأول، والخط الثاني قد مسكوا كافة زمام أمور الملعب. وكما تعلم البروتوكول الوزاري أو البروتوكول الأمني الذي يتعامل به رئيس الوزراء مع المواطن، ربما هنالك بحس أمني يعني مفرط تماما، كانما انه تحول الملعب الى ثكنه او هنالك تخوف من عدم دخول الجماهير او عدم اقتراب اي شخص الى الملعب. سلم الملعب قبل 3 أيام الى الحمايه الشخصيه لرئاسه الوزراء، واليوم الحمايه الشخصيه قد تكفلوا بحمايه الملعب من الداخل وبخصوص المنطقه المخصصه، الزون المخصص بمنطقه الكبار الشخصيات. ما حصل يوم امس عند دخول رئيس اقليم كردستان نجرفان برزاني الى منصه الفي في اي بي، أرادوا حماية نجرفان برزاني أن يدخلوا إلى هذه المقصورة، واصطدموا بحماية الرئيس محمد الشيع السوداني، وحصلت مشاجرة وحصل صدام كبير ما بين الحمايتين. بالنتيجة اليوم نحن نتكلم يوميا ونتحدث، يجب إبعاد حمايات المسؤولون عن الملاعب. اليوم هكذا مباريات تعطي طابعا إيجابيا عن العراق، ونريد أن نوصل رسالة كبيرة أنه العراق قادر على تنظيم هكذا بطولات. بالنتيجة اليوم نريد أن
نبعد هؤلاء الحماية عن الملاعب. اليوم الملعب مؤمن بالكامل، هنالك أربع أطواق أمنية خارج الملعب وداخل الملعب، فلا حاجة بالحماية الأمنية المكثفة وعسكرة المجتمع الذي أصبح ربما هو بصورة كبيرة جدا. بالنتيجة اليوم حصل هذا الشجار وهذه يعني اللي نسميها مضايقات كبيرة ما بين الحمايتين ما بين الجهتين أمام أنظار رئيس اتحاد الفيفا. هذا يعطي انطباعا سيئا عن وضع العراق اليوم. لو لم يكن العراق او لم تكن البصره امن لما قدم رئيس اتحاد الفيفا. فبالنتيجه اليوم نتمنى يعني اليوم صباحا كان هناك اجتماع مع السيد وزير الداخليه والقطاعات الامنيه المتواجده في البصره المتمثله بقياده شرطه البصره وقياده العمليات وحتى السيد محافظ البصره. انتهى الاجتماع بانه اليوم ابعاد كافه الحمايات، حمايه المسؤولون وحمايه الوزراء وحمايه الشخصيات المهمه عن اسوار الملعب. وما علقت عليه وزاره الداخليه باعاده النظر بالخطه الأمنية. نعم. فيما يتعلق بالملاعب بالبصرة 50 غرفة يا مصطفى طلب بها الوفد. نعم. الكويتي لنزول أعضائه. هل فعلا كما يشاع أن هناك مشكلة في سكن. نعم. الوفود في مدينة البصرة؟ الفنادق البنى التحتية الموجودة بالبصرة هل كانت كافية واستوعبت الوفود أو حتى الجماهير العربية؟ يعني زميلي شوف، اليوم عندما تحدث عن البنى التحتية في محافظة البصرة بخصوص الفنادق والمرافق الأخرى فهي جاهزة ومستعدة لاستيعاب أكثر عدد من الجماهير والمواطنين والوفود. بخصوص الوفود، هناك فندق مخصص لكافة الوفود القادمة من خارج العراق، الوفود الخليجية، يعني هناك لديهم حجز مسبق. لكن تفاجأ الاتحاد العراقي بأنه حين وصول الوفد الخليجي يجب أن توفروا لنا 50 غرفة حالا. طيب هذا الشيء يعني نتحدث اليوم، هذا الشيء ربما هو إعجازية، لأن يعني اليوم في حدث مهم جدا وفي أحداث يعني بدء المباراة وحفل الافتتاح قد بدأ. فيعني بحسب ما تكلم الشارع الرياضي وتكلم المختصون في الجانب الرياضي هنالك ضجة إعلامية أرادوا بها الجانب الخليجي أن يفتعلوا هذه الضجة الخليجية، هذه الضجة داخل الملعب لكي ربما تحصل هنالك علامات سلبية تجاه بطولة كأس الخليج. وتعلم سيدي العزيز أنه اليوم الكويت كانت هي من قدمت ملف استضافة بطولة كأس الخليج بدلا من البصرة في الأيام السابقة. فبالنتيجة اليوم كل هذه الإشاعات التي تصدر من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وكل والصفحات الخاصة هي أخبار غير صحيحة. نحن اليوم كصحفيين متواجدون في أرض الميدان، متواجدون في أرض مدينة البصرة، ننقل لكم الحقيقة كما هي من دون رتوش ومن دون أي إضافات. من البصرة كنت معي مراسلنا مصطفى الشمري، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، بالتأكيد سنكون معك على جدة جديدة.